ضاني زي ما حضراتكم شايفينها، فخده متوسطه الحجم، نص كيلو شعريه، بصله مفرومه، كزبره خضراء مفرومه، كريمه لباني، 2 فص توم مفروم، فلفل حار، كوبايه عصير طماطم، صوص الفلفل، هنعمل بالبامي جلاس، كوبايه زيت ومعلقتين زبده و2 طماطم مفرومه ومعلقه صلصه بيوريه، ملح وفلفل وحبهان، كزبره ناشفه ممسكه، مرقه اللحمه، معلقه سكر، ورق لورا، جوز الطيب وشويه صويا صوص. الفترة اللي فاتت سمعنا رسائل منكم كتيرة جدا، احنا نطلع ازاي وهنطلع بأنهي شكل، زي ما حضراتكم شايفين وعملنا كمان جاردن كده صغيرة فيها حاجات اورجانيك وفيها حاجات زرعناها زي الروزماري وزي الزعتر، هنشوفها مع حضراتكم. خلينا نبتدي نشوف هنبتدي ازاي. هنجيب طاسة صغيرة، الصويا هنتبل بيها الفخدة بتاعتنا الجميلة، نجيب سكينة الفخده بتاعتنا، الفخده بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين هنطلع منها جزئين، الجزء اللي فيه الموزه وهنعملها مع الشعريه، تعالوا نشوف هنخلعها من الكتف كله كامل ازاي. مبدئيا تعالوا اوري حضراتكم ان النسيج ده زي ما حضراتكم شايفين العضله دي نهايه عضله الموزه، بعملها كده بالشكل ده وببتدي اشفيها كده. طبعا اعلى تركيز للبروتين في القطعه دي الموزه، ودي الفخده اللي احنا هنتبلها لحضراتكم. تعالوا نشيل دي ونبتدي نتبل الحاجه بتاعتنا، هنتبل حاجه بالشكل ده. هنجيب شويه بابريكا نحطها جنبنا، الملح بتاعنا بكل بساطه، فلفل اسود، الصويا بتاعتنا، شوية ثوم، مهم قوي ان انا النسيج العضلي بتاع اللحمه نفسها لما بعمل له شويه مساج كده واقعد اظبط النسيج العضلي ده تبتدي حته اللحمه نفسها تزداد طراوه، حتى كمان في التسويه نفسها بتبقى احلى واجمل. الصويا علشان اعمل عمليه معادله للحمض بتاعها الحامض بتاعها والقلوي، فبحط لها شويه سكر صغيرين، والسكر ده مهم قوي كمان ان هو يعمل لي عمليه كرمله او تحمير في التسويه بتاعتها، وباخد شوية وناخد كمان الموزة بتاعتنا. الموزة بتاعتنا مش هنتبل اكتر من ثوم وشوية فلفل اسود والملح. طيب في حاجتين في تسوية اللحوم بالذات، الحاجة الاولانية ان احنا نسلق دي، وبعد ما نسلق دي نبتدي نحمرها او نحطها في الفرن نعمل لها عمليه روستو. انا بفضل ان اللحمه بالذات خصوصا المقاطع اللي هي حيه ومقاطع غنيه باللحمه اللي موجوده فيها تستوي زي ما هي في قلب الفرن. طيب لغايه ما تشرب من المارينيه شويه ومن التتبيله شويه، تعالوا نعمل الشعريه بتاعتنا. الشعريه بديها زيت كتير علشان واحط الشعريه، طيب احنا حاولنا نعمل نخلي فيه بروتين عندنا ويبقى شويه كربوهيدرات اللي هي النشويات بتاعتنا، طبعا في طاقه عاليه جدا. عايز الشعريه بتاعتي تستوي سوى كامل وكلها تكون لون واحد، بحاول ان انا اسويها على نار هاديه وفي نفس الوقت احاول اقلبها من وقت للتاني، بس بحاول اتجنب ان هي تتكسر معايا. طيب تعالوا نحط
الفخده بتاعتنا هنحط لها حاجه اسمها ميريبوا. الميريبوا بتاعنا ايه هو الميريبوا وايه هو البوكيه جارنيه؟ البوكيه جارنيه الفرق ما بين ما بينهم هما الاثنين اختلاف جذري، بمعنى ان الميريبوا بتاعنا هو جزر، كرفس، كرات، كل الحاجات اللي هي بتتقطع كبيره وبتتحط تحت اللحوم علشان ما تتلساش. طيب البوكيه جارنيه، البوكيه جارنيه هو الحزمه عطريه. تعال نحط شويه جزر، شويه بصل، هتبقى الارضيه بتاعتنا. طيب شويه ورق لورا كمان. شويه طماطم. هنحط في قلبيها الفخده تحتيها بالشكل ده. ممكن الفرشه دي ممكن هناخد منها الجو اللي هينزل مع العصير ونعمل بيه صوص حلو قوي. نحط دي كده ونحط كمان دي جنبها في التسويه. تمام، نحطها في الفرن مع بعض. درجة حرارة الفرن درجة حرارة الفرن عندي عالية كويسة، بس قبل ما نحط الحاجة بتاعتنا هنجيب شوية بوكيه جارنيه نحطه مع اللحوم بتاعتنا. هنجيب شوية أعشاب، تعالوا أوريكم الجنينة بتاعتنا الجميلة، تعالوا نبص عليها. تعالوا، احنا زارعين هنا زي ما حضراتكم شايفين شوية أعشاب جميلة. جبنا منها روزماري، حاطين فيه زعتر كمان بالشكل ده. حاولنا نعمل حاجة أورجانيك، وبالمناسبة الحاجات دي ممكن نزرعها في قلب البيت أو البلكونة بتاعتنا. هندخل دي الفرن. بالشكل ده.